الرئيس السيسي يؤكد ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، وواشنطن تعرب عن تقديرها لجهود مصر لإرساء السلام بالمنطقة. ثأرا لدماء الشهداء، القوات المسلحة تواجه ضربات قاسمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء. مصر تدين جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة ودعوات دولية لإجراء تحقيق شفاف. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة وتكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان بحضور وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة وعدد من المسؤولين الأمريكيين. وصرح متحدث الرئاسة بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي أكد أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة، خاصة في ضوء الدور المصري الهام بقيادة الرئيس السيسي في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الرئيس السيسي على أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعا جديدا ويفتح آفاقا واسعة لبناء السلام، في حين أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة. كما تم التطرق كذلك إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية. كما أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة. أعلنت القوات المسلحة في بيان لها أنه انطلاقا من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وفي إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من 7 مايو الجاري وحتى اليوم، وثأرا لدماء الشهداء، تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية في 7 مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، نتج عنها مقتل 9 عناصر إرهابية. كما نجحت القوات المسلحة في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم 11 مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر إرهابية. كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية لعدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية، وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر إرهابية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان. كما أفاد بيان القوات المسلحة أنه تم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لحين تسليمهم إلى ذويهم حال التعرف عليهم. ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون، نال شرف الشهادة 4 ضباط، كما أصيب 2 آخران. هذا وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها، وعزمها على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخا يوما بعد يوم، وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصرارا على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.
ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا هاتفيا اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، بعد التحية، يعني رد حاسم وقوي وجهته قواتنا المسلحة للإرهاب، برجاء إلقاء الضوء على أهمية وقوة هذا الرد. أولا، أول نقطة عايز أقولها وهي من الثوابت القوية جدا والراسخة عند القوات المسلحة وعند المصريين، إن حق الشهيد لا يضيع. نعم. ودي نقطة مهمة، يعني لازم كلنا نبقى متأكدين أنها داخل عقيدة القوات المسلحة المصرية. نعم. العمليات الاستباقية مهمة، وأيضا لتدمير كل الإمكانات الإرهابية، لكن دايما في تحسب وحذر علشان المعلومة تبقى مدققة ولا يتم المساس بالمدنيين أو ممتلكاتهم أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، لأن دي نقطة مهمة أيضا في ثوابت العقيدة العسكرية المصرية. فهذا الإطار الحقيقة كان في تم تجميع معلومات في منتهى الأهمية والدقة، وتم تنفيذ عدة ضربات ابتداء من يوم 7 حتى اليوم. هذه الضربات الحقيقة كانت بتتميز أنها ضربات استباقية، فتم تدمير إمكانيات إرهابية قبل ما يستخدموها. الإمكانيات منهم إرهابيين طبعا، وأيضا ذخائر، ومنها ذخائر زي الار بي جي، ودي خطيرة جدا لكن الحمد لله تم تدميرها، وأيضا تم تدمير عربيات دفع رباعي. مش عايزين ننسى برضو نقطة مهمة وهي تم ذكرها أيضا على موقع القوات المسلحة وموقع المتحدث العسكري، إن في يوم 9 مايو تم مهاجمة شحنة أسلحة وذخائر ومواد مخدرة على الحدود الغربية، ودي تم تدميرها تماما، وبرضو فيها عربيات دفع رباعي. فأيضا السيطرة على الحدود الأربعة جزء مهم جدا وفاعل من عمليات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمليات اللي تمت من يوم 7 حتى اليوم في شمال سيناء. طيب، هذه الرسالة لم تكن موجهة للإرهاب فقط، وإنما توجهت أيضا للخارج ولجهات مختلفة، الإيضاح بعد إذنك. طبعا عشان أكون أمين جدا، الإرهاب موجود في الإقليم، هو انتهى في مصر الإرهاب الممنهج اللي نعم. بتشوف بعض الدول. ضيفي الكريم، إذا تكرمت تبقى معنا حتى نذيع على حضرتكم مشاهدينا الآن بيان القوات المسلحة حول توجيه ضربات قاسمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، نتابع هذا البيان. انطلاقا من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وفي إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من 7 من مايو الجاري وحتى اليوم، وثأراً لدماء الشهداء، تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم 7 من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية. وتدمير عربتين دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية. كما نجحت القوات المسلحة في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا. وفجر اليوم 11 من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة، مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية. كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية، وتم التعامل معها، مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان،
وقد تم التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم حال التعرف عليهم. ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط وأربعة جنود، كما أصيب جنديان آخران. هذا وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخاً يوماً بعد يوم، وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصراراً على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم. مشاهدينا، تابعنا مع حضراتكم بيان القوات المسلحة في إطار الثأر لشهدائنا، وكل المجد لأبطالنا من نالوا شرف الشهادة اليوم. ونعود معكم مشاهدينا إلى ضيفنا على الهواء مباشرة هاتفيا، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، أعود إليك مرة أخرى، وكنا نتساءل عن الرسالة من هذا البيان أو من هذه العملية، عملية ثأر الشهداء، سواء الموجهة للداخل أو الموجهة لجهات خارجية. طبعا الرسالة واضحة للداخل ان القوات المسلحة درع وسيف. نعم. واطمئن ان في قوات مسلحة مسيطرة على الحدود وهتتلقى الضربات نيابة عن اي حد في الشعب المصري، ولما تلاقي عملية فيها بعض الشهداء دي طبيعة الحرب. نعم. ومفيش حرب بدون خسائر ومفيش نصر بدون ثمن. طبعا للخارج، وانا قصدي هنا الخارج الذي يساعد الارهاب، ان انت كل ما هتدخل ارهاب يا هيتضرب على الحدود يا هيتضرب داخل مصر، وان شاء الله عمليات استباقيه. النقطه اللي انا عايز بس اوضحها، لو المشاهدين شاف الصور وانت حضراتكم بتعرضوها خاصه الفيلم، شوف القيمه الانفجاريه للعربيات اللي بتتضرب والشظايا ارتفاعها قد ايه، وده بيدل على ان هذه العربيات فيها من المتفجرات اللي هي ذات طبيعه خاصه اللي ممكن تعمل عمليات إرهابية فيها مشاكل كبيرة، وده تم الحقيقة في دول أخرى. لكن شوف الشظايا بتطلع على أنهي ارتفاع، شوف حجم الانفجار، شكله بتاع العربية الدفع قبعي أو المكان اللي بيتضرب، هتعرف تماما أن القوات المسلحة المصرية قدرت تعمل عمليات استباقية وتنجي الدولة من عمليات إرهابية لا قدر الله قد تستهدف أشخاص أو ومنشآت عالية القيمة. نعم، في هذا الإطار نوجه التحية مرة أخرى لأبطالنا ممن نالوا شهادة الشهادة اليوم، وشكرا جزيلا سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. كما ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، كيف تابعت بيان القوات المسلحة الذي وصف الضربات التي وجهت للعناصر الإرهابية ثأرا لدماء شهدائنا؟ كيف تابعت ما ورد فيه من رسائل؟ هو طبعا رسائل مهمة جدا، والنهاردة بتؤكد القوات المسلحة أنها ستثأر لشهدائها وأن الضربات ستكون موجعة للتنظيمات والعناصر الإرهابية وكل من يمول تلك التنظيمات وكل من يوقف وراءها. القوات المسلحة قادرة على ردع كل تلك التنظيمات وقادرة على إبادتها، وإحنا لو شفنا خلال السنوات الماضية من عام 2018 حتى وقتنا هذا من خلال العملية العسكرية سيناء 2018، استطاعت القوات المسلحة أنها تقضي على البنية التحتية بالكامل للتنظيمات الإرهابية من مخازن سلاح، معسكرات للتدريب، قطع الإمدادات عن كل التنظيمات الإرهابية. ولكن هناك طبعا عمليات عسكرية، عمليات التنظيم بيسعى إلى تنفيذها في الوقت الحالي، معتقدا أنه قادر
على إحداث بلبلة داخل القوات المسلحة أو داخل الدولة المصرية، ولكن القوات المسلحة المصرية تثبت يوميا أنها قادرة على سحق الإرهاب، قادرة على أخذ الثأر، قادرة على تطهير سيناء بالكامل من التنظيمات والجماعات الإرهابية المتواجدة على أرضها. وشفنا حضرتك البيان القوات المسلحة أن هناك كان محاولة أن هم تلك الجماعات أنها تتسلل خارج الحدود، لأن الضربات كانت على الحدود في سيناء واستطاعت القوات المسلحة أن تنفذ عليها الضربات، وأن هي تستطيع أنها تدمر عربات وتقضي على هذا على هذه المجموعة ابتداء من يوم 7 مايو حتى اليوم. طيب، لها محاولات هذه ضربات موجعة. نعم، محاولات هذه الجماعات للتسلل، هل في رأيك هناك وجهة نظر أخرى أنه مع هذه الضربات الاستباقية وما تحدثه القوات المسلحة من خسائر مادية تحديدا لهذه الجماعات، قيمته في استهداف ما يصل إلى هذه الجماعات من تمويل؟ بالطبع، يعني عايز أقول لحضرتك أن التمويل للتنظيمات والجماعات الإرهابية في سيناء أعتقد أنه هو تم القضاء على نسبة كبيرة منه، ومنعت الدعم عنهم لسنوات طويلة جدا، أكثر من 3 سنين خلال الفترة الماضية. هناك طبعا بالطبع محاولات في الوقت الحالي إلى تسلل أو دعم تلك التنظيمات الإرهابية عشان تنفذ عمليات إرهابية في سيناء، عشان تسعى إلى إثارة الفوضى، إثارة البلبلة مرة أخرى، أن سيناء لم يتم تطهيرها بالكامل. ولكن في الوقت الحالي الضربات الموجعة للقوات المسلحة ستعيد كل من وراء التنظيمات والجماعات الإرهابية حساباتها مرة أخرى في محاولة التسلل داخل الحدود المصرية، أو إمداد تلك العناصر بالمعدات العسكرية أو العربات النقل والدفع الرباعي اللي بيتم تنفيذ بها العمليات العسكرية. أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية السيد برونو دانتس، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشاد بتميز علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل، مؤكدا حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، وذلك في ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التي يتمتع بها كل من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية. كما استعرض الرئيس السيسي في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومي وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة. من جانبه أعرب نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مثمنا الروابط التاريخية المتينة بين مصر والبرازيل، ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر في مجال الرقابة المالية والقانونية ومكافحة الفساد، خاصة في ظل أهمية دور الأجهزة المعنية بالبلدين في حماية أموال وممتلكات الدولة، مشيدا في هذا الصدد بما حققته مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية في مجال التنمية الشاملة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعظيم التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدين، خاصة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وذلك في ضوء كونها الصوت الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومنصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن توفير المعايير الرقابية للقطاع العام وتعزيز مبادئ الحوكمة. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل، وذلك للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث كشف مدبولي عن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات
من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة. وفي هذا الإطار شدد رئيس الوزراء على أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، مشيرا إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج بما يضمن استمرار عمل المصانع. كما تطرق مدبولي خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية استعدادا لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27. هذا واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى بكافة أجهزتها إلى دفع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوفير المستلزمات المطلوبة، مشيرا إلى أن لجنة تعويضات المقاولين ستتولى عملها لصرف أي تعويضات مستحقة للمقاولين، وذلك طبقا للآليات المعتمدة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحسين مستوى جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. وأكد مدبولي أن تنفيذ ما تتضمنه المبادرة الرئاسية من مشروعات يأتي على أجندة أولويات عمل الحكومة، حيث إن تلك المبادرة ستسهم في تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة. وعلى هامش التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، حيث تحاول الدولة حاليا تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية من أجل مواكبة التطورات وتداعيات الأزمات التي يشهدها العالم حاليا وتخفيف آثارها على الطبقات الاجتماعية، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجا. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وشركة مصر للتأمين، وذلك بشأن إتاحة تقديم خدمة تسجيل بيانات العملاء الراغبين في الاشتراك بوثائق التأمين التي تتيحها شركة مصر للتأمين، وذلك من خلال مكاتب البريد وفقا للنظم الإلكترونية الحديثة. يهدف هذا الاتفاق إلى زيادة ونشر الوعي التأميني عبر توفير نماذج تأمينية متعددة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة قطاعات الأنشطة الاقتصادية، من خلال توفير منتج تأميني خاص بعمال مصر، ويلائم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المناطق بجميع المحافظات، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في بنية تحتية قابلة لاستيعاب متطلبات المواطن المصري باستخدام أحدث النظم والحلول التكنولوجية، إلى جانب الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي، وتمكنت من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار. في إطار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي وتزوير المحررات الرسمية، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 7 تشكيلات عصابية بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية وسوهاج وقنا لقيام عناصرها بالإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد
بعد استبدالها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط الإجرامي ما يقارب 10 ملايين جنيه. وعلى صعيد ضبط جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، نجحت مديرية أمن الغربية في ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية استغل موقعه الوظيفي بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من توصيل مياه لطوابق مخالفة بعقار ملكه مقام على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 5 ملايين جنيه، فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير. كما تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط مسؤول المخازن بإحدى المستشفيات بسوهاج استغل موقعه الوظيفي وقام باختلاس كميات من الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية المسلمة له على سبيل العهدة من المستشفى والتي تقدر قيمتها بمليوني جنيه، وقام ببيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام. وفي إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية متفق عليها، وتوقف عن سداد أصول المبالغ المالية والأرباح المتفق عليها. وعلى صعيد مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط أحد الأشخاص تقدم بطلب لأحد البنوك للحصول على قرض مالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1,500,000 جنيه، وتقدم بسجل تجاري مزور يفيد خلافا للحقيقة أنه صاحب شركة للأقمشة، وتمكن من الاستيلاء على قيمة القرض، كما أقر بقيامه بتزوير السجل التجاري. كما تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وبحوزة عناصره تم ضبط المستندات المزورة والأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير. ونجحت مديرية أمن المنيا في ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ويتم اتخاذ مسكن أحد عناصر التشكيل وكرا لممارسة هذا النشاط الإجرامي، وتم ضبط المحررات المزورة والأدوات المستخدمة في عمليات التقليد والتزوير. وفي إطار التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بمطروح لقيام عناصره بمحاولة غسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 343 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 111 طن في مجال المواد الغذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط نحو 6 أطنان سلع غذائية، كما تم ضبط أكثر من 33.5 طن سلع غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 12 طنا، وتم ضبط 60 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 419 قضية، من بينها 75 قضية خبز ناقص الوزن و118 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة، وذلك بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إصابة الصحفي علي السمودي.
وأكدت وزارة الخارجية أن تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تعد انتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعديا سافرا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير، مطالبة بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة. هذا وتتقدم وزارة الخارجية بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المصاب الجلل. استضافت المغرب الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي بدعوة مشتركة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر أبو ريطة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. يشكل الاجتماع مرحلة أخرى ضمن مواصلة الانخراط والتنسيق الدولي في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، مع التركيز على القارة الأفريقية وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. ويستعرض وزراء التحالف خلال الاجتماع المبادرات المتخذة فيما يتعلق بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت في السابق بالهجمات الإرهابية. من جانبه أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الإرهاب كبد الدول الأفريقية أكثر من 70 مليار دولار، وهو ما يهدد التنمية الاقتصادية بالقارة. كما لاحظنا كذلك تقارب أكثر فأكثر بين الجماعات الانفصالية والجماعات الإرهابية، حيث أصبح الإرهاب يغذي الانفصال والعكس صحيح. يضاف إلى ذلك تأثير الإرهاب على التنمية بإفريقيا، حيث بلغ الأثر الاقتصادي للإرهاب أكثر من 170 مليار دولار، مما كان له تأثير مباشر على الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول الإفريقية. ويسعدني أن ألاحظ أن الاجتماع الوزاري أعرب عن تضامنه العملي والواضح مع الدول الإفريقية، وأعاد التأكيد على العزم الجماعي على مواجهة التهديد المتطور لداعش في إفريقيا. أعلنت وزارة الدفاع العراقية تنفيذ ضربة جوية مدمرة لكهف تابع لتنظيم داعش الإرهابي بمدينة الموصل شمال العاصمة العراقية بغداد. وذكر بيان الدفاع العراقي أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين كانوا بداخل الكهف. وأوضح البيان أن قوى الأمن ستواصل عملياتها النوعية والاستباقية للقضاء على فلول داعش الإرهابي المنهزمة وعناصر الجريمة المنظمة أينما كانوا. نشاطنا مستمرة وتتابعون فيها. غوتيريش يحذر من خطر موجة جوع عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يشعر بقلق بالغ من انتشار الجوع في مناطق مختلفة من العالم بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية. وخلال لقائه مستشار النمسا ووزير الخارجية في فيينا، أكد غوتيريش أن المحادثات جارية لإجلاء مزيد من المدنيين في مناطق الصراع في أوكرانيا، غير أنه استبعد عقد محادثات سلام حول أوكرانيا في وقت قريب. أعلن الكريملين أن قضية مساع انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو تخضع لتحليل دقيق من الجانب الروسي. وأضاف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تراقب بعناية كل ما يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن تغير شكل تحالف الناتو بالقرب من حدود روسيا. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وقع اتفاقية أمنية جديدة مع السويد، في حين يعتزم توقيع اتفاقية أخرى مع فنلندا. وبموجب الاتفاقيات تلتزم المملكة المتحدة بدعم القوات المسلحة لكل من السويد وفنلندا في حالة التعرض لهجوم، كما تكثف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع البلدين.
في خطوة قد تمثل تحولاً كبيراً في سياسات عدم الانحياز التي انتهجتها البلدان على مدى عقود، تعلن فنلندا والسويد هذا الأسبوع ما إذا كانتا ستقدمان ترشيحيهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، ولم يكن الأمر يحظى بكثير من التأييد في الماضي، لكن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أحدثت تحولاً سريعاً في الرأي العام في الدولتين الإسكندنافيتين لصالح الانضمام إلى الناتو. استطلاع للرأي نشرته شبكة يلي الفنلندية أظهر أن نسبة قياسية من الفنلنديين ما يقارب من 76% باتت تؤيد الانضمام إلى الحلف، مقارنة ما بين 20 إلى 30% في السنوات الأخيرة. كما حدث تحول في الرأي العام في السويد وإن كان بمستويات أقل، إذ بات حوالي نصف السويديين يؤيدون الانضمام. وبعد أسابيع من الاجتماعات السياسية المكثفة سواء في الداخل أو الخارج، تدل جميع المؤشرات حالياً على أن البلدين سيعلنان تقديم ترشيحيهما للانضمام قبل نهاية الأسبوع، حيث أفاد الحزب الحاكم الاشتراكي الديمقراطي في السويد بأنه سيعلن موقفه حيال عضوية الناتو في 15 من مايو المقبل. ومن شأن أي توسيع للناتو أن يثير حفيظة موسكو التي قاومت تاريخياً أي توسع للحلف باتجاه الشرق، وأدانت بشدة أي مؤشرات إلى احتمال انضمام أوكرانيا إليه، لكن تحذيرات موسكو المتزايدة من التداعيات السياسية والعسكرية دفعت السويد وفنلندا على ما يبدو للإصرار أكثر على العضوية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لا تريد حرباً في أوروبا. وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي في مسقط بعد محادثات مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي أن الدول الغربية ترغب في أن ترى هزيمة روسيا في حملتها العسكرية في أوكرانيا. في الوقت نفسه أكد لافروف أن موسكو لديها ما يكفي من المشترين لمواردها من الطاقة خارج نطاق الدول الغربية، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه دول الاتحاد الأوروبي تقليص اعتمادها بشكل حاد على النفط والغاز الروسيين. قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن أوكرانيا قد تعاني من تداعيات العملية العسكرية الروسية لمئة عام. أضاف شولتس أن التداعيات السلبية تأتي بسبب الذخائر غير المتفجرة المنتشرة في عدد من المدن. وأضاف المستشار الألماني أن الدول الحليفة ستساعد أوكرانيا في إعادة البناء ومواجهة تداعيات العملية العسكرية. رفضت شركة الطاقة الروسية غاز بروم إعلان الشركة المشغلة لمنظومة نقل الغاز الأوكرانية وقف نقل الغاز عبر محطة سخرة نيفكا. وأكدت شركة الطاقة الروسية أنه لا يوجد ما يعيق ضخ الغاز عبر النظام القائم حاليا. وأوضحت الشركة الروسية أن المقترح الأوكراني بتحويل الأحجام المنقولة عبر محطة سخرة نيفكا إلى محطة سودغا غير ممكن من الناحية الفنية. كانت شركة الطاقة الروسية قد أعلنت صعود طلبات المستهلكين الأوروبيين لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا بنسبة 43% الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا ممتلئة الآن ووصل المتوسط بها إلى 34%. أما في بولندا فهي ممتلئة بنسبة 80%. أهلا بكم من جديد. أعلنت أوكرانيا أنها ستعلق تدفق الغاز المار بأراضيها عبر نقطة عبور، مؤكدة أنها تنقل ما يقرب من ثلث الوقود المنقول من روسيا إلى أوروبا. وأوضحت شركة غازتو التي تشغل نظام الغاز الأوكراني أنها ستوقف الشحنات عبر طريق سخرة نيفكا اعتبارا من اليوم، معلنة حالة القوى القاهرة، وهي بند يفعل عندما تتعرض شركة ما لشيء خارج عن إرادتها. وافقت شركة VNG الألمانية على سداد ثمن الغاز الروسي المورد إليها عبر غاز بروم بانك بناء على الآلية التي طرحتها موسكو. وأوضحت الشركة الألمانية أن تحويل الأموال من اليورو إلى الروبل الروسي لن يسبب لها أي صعوبات. تعد مدينة أوديسا الساحلية الاستراتيجية الواقعة جنوب غربي أوكرانيا واحدة من أبرز أهداف العملية العسكرية الروسية
على أوكرانيا. مدينة أوديسا تعرف بلؤلؤة البحر الأسود، نتعرف على المزيد حول أهميتها في العرض التالي. أكد المكتب الفيدرالي للإحصاء أن التضخم السنوي في ألمانيا تسارع في شهر أبريل الماضي إلى 7.4% بعد أن سجل المؤشر في شهر مارس 2022 مستوى 7.3%. وأشار مكتب الإحصاء الألماني إلى أن أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 0.8%. وعن أسباب ارتفاع الأسعار أشار المكتب الألماني إلى حدوث اضطراب في سلاسل التوريد وسط جائحة فيروس كورونا، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية. أعرب رئيس البنك المركزي الألماني يوخيم ناجل عن قلقه حيال ارتفاع معدل التضخم في بلاده، ومنح المدخرين أملا في عودة ارتفاع الأسعار الفائدة مرة أخرى قريبا. وتوقع رئيس البنك المركزي الألماني بوصول متوسط معدل التضخم السنوي في عام 2022 إلى 6%، مؤكدا أن هذه النسبة زائدة بشكل كبير، مؤكدا أنه إذا استمرت الحرب في أوكرانيا من الممكن حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة وحدوث تأثيرات زائدة عن الحد على الاقتصاد الحقيقي. أكدت رابطة الشركات الأوروبية تراجع مبيعات السيارات الجديدة في روسيا في شهر أبريل الماضي، وأضافت رابطة الشركات الأوروبية أن المبيعات في روسيا انخفضت بنسبة 78.5% على أساس سنوي، وذلك بسبب التضخم المرتفع والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، مؤكدين أن التضخم وعدم استقرار الروبل أدى إلى تقليل احتمالات شراء الروس منتجات مستوردة وخصوصا السيارات. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 58 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 21 من مايو الجاري. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضحت وزارة الصحة أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. هذا وتضم القوافل كافة التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بجدارية جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 128 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء عدد 21 حالة
21 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لصدور قرار بمد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية. وشدد المركز الإعلامي على أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج للموسم المقبل هو غدا الخميس، وأنه لا نية لمدها لأي فترات أخرى. شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في فعاليات المنتدى الحواري الأول للقضايا المجتمعية الذي تنظمه جامعة الأزهر. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تنشد الحياة الكريمة للمواطنين، كما أنها تقوم بثورة إصلاح ليس في البنية التحتية فحسب، وإنما على القوى الناعمة والقضايا المجتمعية، مشيرة إلى أن الوزارة تتعامل مع قضايا الفقر المادي والفقر الفكري من منظور متعدد الأبعاد لتعزيز قيم المواطنة ومناهضة ومكافحة الإرهاب. وإلى آخر أخبار المال والأعمال تقدمها رغد أبو الليلة، تفضلي رغد. شكرا لكم إيمان منصور ويوسف عبدين. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الحرص على تعزيز الدور المحوري لقناة السويس باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الملاحي الدولي. هذا وقد شهد رئيس هيئة قناة السويس ورئيس غرفة الملاحة الدولية إسبن باوسون توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، وذلك على هامش الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الغرفة لقناة السويس لفتح أفاق جديدة للتعاون بين الجانبين. من جهته أشاد رئيس غرفة الملاحة الدولية بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس لدعم المجتمع الملاحي وكيفية إدارتها للأزمات المختلفة، لا سيما تعاملها بشكل احترافي مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن. أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتسجل 5.7% بنهاية العام المالي 2021-2022 بزيادة 0.8% عن التوقعات الصادرة في نوفمبر الماضي والتي كانت عند مستوى 4.9%، وذلك في تقرير أفاق الاقتصاد الإقليمي. وتوقع البنك في تقريره حول أفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر خلال فعاليات الاجتماعات السنوية 2022 المقامة بالمملكة المغربية تعافي نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقرر انتهاؤه في يونيو المقبل، رغم التداعيات العالمية على أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. كما أكد أن الإقبال على صادرات الغاز المصرية وارتفاع الأسعار العالمية سيعزز الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تنفذها الدولة ستسهم أيضا في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المصري. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.204 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند 10811 نقطة مرتفعا بنسبة 41% ليغلق عند مستوى 10855 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان عند 1847 نقطة مرتفعا بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 1863 نقطة.
كما فتح مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان عند 2808 نقاط مرتفعا بنسبة 94% بالمئة، ليغلق عند مستوى 2834 نقطة. تراجعت الأسهم السعودية مواصلة خسائر الجلسة السابقة مع جني المستثمرين الأرباح في أعقاب ارتفاعها لأعلى مستويات في عدة أعوام في الأونة الأخيرة. وانخفض مؤشر البورصة السعودية 1% بعد يوم من تسجيله أكبر انخفاض في أكثر من 5 أشهر. كما تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.9%، وهبط كذلك المؤشر الرئيسي بأبوظبي بنسبة 1.2%. في المقابل صعد مؤشر البحرين بنسبة 1.2%، كما ارتفع مؤشر عمان بنسبة 1.1%. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى إيمان ويوسف، إليكم. شكرا جزيلا لك رعد. ومن الاقتصاد إلى تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، وواشنطن تعرب عن تقديرها لجهود مصر لإرساء السلام بالمنطقة. ثأرا لدماء الشهداء، القوات المسلحة تواجه ضربات قاسمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء. مصر تدين جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة، ودعوات دولية لإجراء تحقيق شفاف. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.